الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده حلقتنا الاسبوعيه هنا الستات، وهنا الستات النهارده هنتكلم عن النفقه. والحقيقه ان احنا كل ما بنشتغل اكتر ويعني بنتعمق في قضايا النساء في مصر، كل ما يعني بيطلع لنا قضيه يمكن اصعب من القضيه الاخرى. كتير كنا بنتكلم ان احنا عايزين نعمل النماذج السعيده، نعمل حاجات لها علاقه بالبهجه، لكن بنفاجئ بانه عندنا قضايا معقده جدا فيها مشكلات لم تحل يمكن من عشرات السنوات. النفقه قضيه مهمه جدا، نساء كثر والاف بل عشرات الالاف من النساء الحقيقه بيعانين من قضيه النفقه، بيتعرضوا للطلاق، وفي الاخر الست تبقى مسؤوله عن العيال وهي وربنا بقى تتصرف، تشتغل، تستلف من اهلها، وفجاه يختفي الرجل او يديها نفقه حاجه يعني ما تعيشهاش، وكان الكراهيه التي تولدت بعد الطلاق يدفع ثمنها الاولاد عند مع النساء، وقضايا النفقه تفضل قضايا مستعصيه. لو هنفتكر طبعا دور العظيم لامينه رزق في اريد حلا مع الرائعه فاتن حمامه ست العجوزه الكبيره، اللي هنشوف المقطع اللي ماتت قبل ما تاخد نفقه طلاقها. هنتكلم عن هذه القضيه ومعانا حالات زي كالعاده ومعانا ايضا خبراء. الحقيقه ان احنا هنا مش دورنا ان احنا نجد الحلول، ولكن دورنا ان نثير هذه القضايا، ربما تجد اذانا صاغيه وربما تجد حلولا لها في المجتمع. واظن ان يعني وزاره التضامن الاجتماعي بالفعل تعمل على قانون بحبس من لا يسدد نفقه زوجته، هنتكلم ايضا عن مشروع هذا القانون. لكن خلونا نبدا بالاخبار سريعا، عندنا فقره قصيره جدا ونبداها بمنتدى الشباب في شرم الشيخ. المنتدى الحقيقه النهارده جلساته كانت مهمه جدا، كان في جلسات عن رياده الاعمال، كان في جلسات عن الاستثمار، كان في جلسات مهمه عن المشكلات اللي بتواجه العالم من زياده سكانيه، مشكلات بتواجه التشغيل الحقيقه، من زياده سكانيه، من بطاله، من مشاكل التعليم. الرئيس حضر عدد من الجلسات وسمعنا الحقيقه فرص ايضا واعده للاستثمار في منطقه محور قناه السويس، ودي فرص معظمنا كنا عارفينها، ولكن النهارده كان في تسليط اكتر للضوء عليها. كان في ايضا محاكاه لليو ان اللي هو نموذج الامم المتحده اللي الشباب فيه بيحاكوا نظام اليو ان او الامم المتحده، وكل واحد بيبقى معاه دور دوله او بيبقى بيمثل دوله وبيتكلموا عن الارهاب وبيتكلموا عن قضايا اخرى كثير. لكن ربما اهم ما النهارده استمعنا اليه من الرئيس السيسي هو حواره مع فضائيه سي ان بي سي، قناه سي ان بي سي الامريكيه. والحقيقه انه النهارده اتكلم عن قضايا مهمه، اتكلم عن المراه، اتكلم على علاقته بامريكا، اتكلم عن الارهاب، ولكن كان تصريحه ولاول مره بانه يرفض اي تعديلات في الدستور فيما يتعلق بتعديل مده الرئاسه. كان في كلام كتير في الفترة الماضية عن تعديلات في الدستور، كان في كلام عن رغبة البعض في تعديل الدستور، بعض من مجلس النواب في تعديل الدستور وتعديل المدد الرئاسية، انه 4 مش كفاية، طب نعمل 5، احنا اول فترة دي عملنا فيها اصلاحات اقتصادية، وبالتالي ده هيؤثر على عدد الناس اللي هتشارك في الانتخابات. وكان في كلام كتير وابتدى يبقى في ايحاءات ان هذه توجيهات من الرئاسة. وفضل الكلام، احنا سمعنا طبعا كلام كتير انه لا وهذه ليست توجيهات من الرئاسة، ولكن يخرج تصريح واضح وصريح وقاطع وباتر من رئيس الجمهورية انه ضد اي تعديلات تتعلق بمدد الرئاسة على الاطلاق، وانه مدد الرئاسة مدتين، كل واحدة مدتها 4 سنوات، ده طبقا للدستور. الشعب المصري يختار اللي هو عايزه. المذيعة طبعا سألت هل انت هتترشح لفترة ثانية ام لا، هو ما اجابش بصراحة عن مدى ترشحه لفترة ثانية، ولكن من يعني من المضمون واضح الكلام انه الرئيس سيتقدم للترشح بفترة ثانية. اذا أول معلومة، والمعلومة الحقيقة المهمة والجزء المهم في هذا المقطع، هو أنه
ضد اي تعديلات في الدستور، مفيش اي تغيير لمدد الرئاسه، هم 4 سنوات على فترتين. ده بيخلينا نسال، طيب اذا والريس هنا اتكلم على، بنتكلم في حوالي مارس ابريل طبقا بقى للدستور، احنا بنتكلم في مواعيد محدده، يعني المادة 140 من الدستور بتنص على انه تبدأ اجراءات انتخابات رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ب120 يوم على الاقل، يعني ب4 اشهر. مدة الرئاسة بتنتهي امتى؟ بتنتهي يوم 3/6، رئيس السيسي تسلم مقاليد الحكم يوم 3 يونيو، اذا الفترة تنتهي 2/6، يعني 2/6 تنتهي مدة الرئيس السيسي. لابد أن يكون في مصر رئيس جديد أو يعلن رئيس جمهورية يوم 2/5 أو قبل 2/5، بحد أقصى يوم 2 مايو. إذن بحلول 2 مايو 2018 لابد أن يكون لدينا إعلان رئيس جديد بحلول 2 مايو، ممكن يكون قبلها، ولكن بحلول 2 مايو لابد أن يكون لدينا رئيس جديد. إمتى بقى تفتح الإجراءات وتبدأ الإجراءات؟ لابد أن تبدأ الإجراءات 4 أشهر قبل انتهاء المدة، يعني بحد أقصى 2 فبراير، ممكن تفتح الإجراءات قبل 2 فبراير، اللي هي إجراءات بقى الترشح، ترشح المرشحين، هنعمل إيه في المصريين في الخارج، التفاصيل كلها يجب أن تعلن قبل 2 فبراير، بحد أقصى الإجراءات الانتخابات قبل 2 فبراير. طبعا هذه المواعيد تترك للهيئة العامة للانتخابات أو المفوضية العامة للانتخابات تعلنها، المفوضية العامة بالفعل تشكيلها اكتمل، ولابد بقى أنه الحركة أو الهيئة الوطنية للانتخابات لابد أنها ستتحرك قليلا وتعلن بقى البدء العملي في عملها الفعلي. إذن رئيس جمهورية لمصر يوم بحلول يوم 2/5/2 مايو المقبل، لا تعديل في الدستور، لا تعديل في مدد الرئاسة، الإجراءات لابد أن تبدأ بحد أقصى 2 فبراير 2018، فإحنا في الفترة من 2 فبراير ل 2 مايو إحنا في موسم الانتخابات بكل بقى تفاصيله وكل إجراءاته. نسمع ما قاله الرئيس السيسي لسي إن بي سي حول مدد الرئاسة، ترشحه لفترة ثانية، رفضه لتعديل الدستور. We are talking about next March or April for the election to be held in Egypt. I want to say through this interview that there is a big development that happened in Egypt regarding the president's position, and this you have to take into consideration. There is no president who will sit in the chair without the will of the Egyptian people. He will not be able to continue another term without the will of the Egyptian people. In both cases, it is 8 years. I am with preserving 2 4-year terms and not to change it. And if there is any change needed to the Constitution, if it is needed, and I'm not talking about the terms, I am saying that we have a new Constitution now and we are working on making new laws to abide by it in the country of Egypt. I am not for any amendments to be made to the Constitution in this period. The Constitution grants the rights of the Parliament and the President to request amendments. I am talking about the 4-year terms. We will not interfere with it, so the one who is in the president's seat will not be able to stay after the term allowed by the law and the constitution. And what determines this will be the vote of the Egyptian people. This honors me and makes me happy. It doesn't suit me as a president to stay one more day against the will of the Egyptians. This is not talk for TV. These are principles I embrace and I am keen on. إذن لكل المزايدين وكل المطالبين بتعديل الدستور فيما يختص بفترات الرئاسة، خلونا نكون محددين، يمكن على فكرة الدستور ليس نصا إلهيا، ممكن نطالب بتعديله، ممكن مجلس النواب يطالب بتعديله، ممكن يبقى فيه تعديلات فيما يختص بأمور كثيرة. أنا شخصيا شايفا في مجموعة من المواد يعني لا يمكن أنها تستمر بهذا الشكل، ولكن فيما يختص بتعديل مدد الرئاسة الرئيس يغلق الباب تماما وبيقول أنا ضد هذا التعديل، أنا لا أقبل بهذا التعديل، مش هقعد يوم واحد ضد رغبة المصريين فيما يتعلق بمدد الرئاسة. هم 4 سنين ويبقوا 8 سنين
انتهى الامر. فلكل المزايدين بقى، كل الناس اللي بيقولوا لا اصله ستة، الناس اللي عايزه تجامل بقى في الافراح وكده، ارجو الالتزام بالدستور في مدد الرئاسه، لانه اي اقتراب منه، ده كلام قلناه قبل كده قبل ما يقوله السيد الرئيس، اي اقتراب من هذه المدد خطر جدا علينا في مصر. هذا لن يقبل لا من الشعب المصري، حتى لو بعض، لو في مجلس النواب قبلوه، ولكن يعني الموضوع ده يفتح علامات استفهام كثيره نحن في غنى عنها. فنرجو انه يعني الرئيس نفسه ملتزم بمدد الدستور، اذا على الاقل يكون في احترام لهذا الكلام. اتكلم ايضا رئيس سيسي عن علاقته بترامب وعن السياسه الخارجيه المصريه وعلاقتها بالسياسه الخارجيه الامريكيه. نسمع ما قاله عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب. I see that President Trump is managing foreign policy in our region. Can I say in short that the United States has regained its weight in the region and is preserving the security of the region and its countries? We are completely supportive and cooperative with President Trump on this. يمكن مقطع آخر مهم الحقيقة وأنا بستمع لهذا الحوار هو يتعلق بالمرأة المصرية، وأنا الحقيقة سعيدة جدا أن الرئيس رد على هذا السؤال بشكل فيه إصرار وحدة، لأنه المذيعة سألت، وهذا حقها، التقارير اللي بتقول أن مصر، أن القاهرة هي أخطر مدينة في العالم تتعرض بها المرأة للتحرش والمضايقات في الشارع، هي أخطر مدينة الست بتمشي فيها في الشارع. الرئيس الحقيقة انزعج جدا من هذا التصريح، وأظن أنه فعلا رده على هذا الأمر كان دقيق ومناسب للسؤال. نسمع. I'm going to ask a question. Who is the one who decides that Cairo is the most dangerous capital for women or not? What survey has been done to establish that? What public opinion survey was done? Who is accusing us of this? There is sexual harassment in Egypt. There is a big percentage. It is a high percentage. But not to say that it is the work. By law and by all measures by which we can show society's appreciation for women on a personal basis, I do this as a message to Egyptian society. How the woman has to be appreciated and has her status. Any male, young or old, who does something like this, he has to be held accountable by law. It will take time to regain the kind of security and stability that will satisfy us all. على هامش المؤتمر ايضا رئيس سيسي يعني اجرى حوار مع جريده الشرق الاوسط، اتكلم فيها على دور المملكه السعوديه، وقال ان احنا يعني ندعم دور المملكه السعوديه في المنطقه والتطورات، وانه معجب بالتطورات الاخيره في منطقه الشرق الاوسط، واتكلم ايضا عن قوى الشر التي تسعى لزعزعه استقرار المنطقه والكره، وتحدث عندما سئل عن قطر قال الكرة في ملعب قطر، وأن قوى الشر تضم تنظيمات ودولا إقليمية، وانتهى عهد الاستقطاب، والعمليات العسكرية في سيناء لا تزيد عن 2% فقط من أرضها. في ندوة أخرى داخل المنتدى النهاردة حضرها الرئيس، اتكلم فيها، كان بيتكلم فيها الحقيقة استفاضة عن الزيادة السكانية، وأن لابد الزيادة السكانية تكون 3 أضعاف معدل النمو، وأنه القضية أنه الزيادة السكانية بالفعل بتلتهم معدلات النمو، لكنه اتكلم أيضا على الإرهاب وكيف يريد الإرهاب تعطيل مسيرة التنمية. نسمع ما قاله الرئيس. بقول للمصريين أنتوا بتقوموا بمعركة رائعة رائعة جدا، وده كلام مش مجامل ليكم، وبرضه بسمعها للضيوف اللي موجودين هنا وجايين يشوفونا ويسمعوا مننا. انتوا بتسمعوا عننا ان احنا ناس ضد حقوق الانسان، بتسمعوا عننا ان احنا ناس يعني ديكتاتوريين. لا لا، احنا أمة عايزة تعيش زي ما انتوا عايشين. احنا بنحترم شعبنا وبنحبه وعايزينه هو اللي يقود دولته، بس انتوا مش عايزين، مش انتوا، اخرين مش عايزين البلد دي تعيش. وانا ببقى عشان كده بقول التطرف هو سلاح بيستخدم في تدمير الدول، وهو بيدمرنا صدقوني هيدمر الاخرين، هيبقى وحش. هو بيستخدم لتدمير الدول،
ولكن هو هينمو ويتوحش لدرجة ان هو مش هيخلي حد وصدقوني انا عمري كله قضيته في دراسة الموضوع دوت. استهداف الدولة المصرية بان هي الدولة المصرية تبقى دايما عاجزة عن تلبية مطالب شعبها، ولما تبقى الدولة عاجزة عن تلبية مطالب شعبها يقوم شعبها ويتحرك، فلما يتحرك يهدها ونبتدي نخش في دايرة تانية، دايرة هدم، ونعيد البناء وتخش تاني في دايرة هدم، لان انا مش قادر ألبي مطالب شعبي المشروعة، بس لان الموضوع اكبر. وعشان كده انا شايف ان مؤتمرات الشباب وشايف ان كلامي مع الناس وكلامي اللي بقوله كتير بكتير من الصراحة والشفافية هو السبيل الوحيد للمواجهة، لمواجهة كل اللي بيحاول يهد الدولة المصرية. مين هو اللي بيحاول ده؟ الجماعات المتطرفة، تنظيمات مش عارف ايه، قوة اخرى، ان يبقى الشعب هو اللي واقف مش انا. الشعب المصري اللي يقف لدولته مش انا. هو اللي يحمي بلده مش انا. لا الحكومة تقدر ولا الجيش يقدر ولا الشرطة تقدر، لكن الشعب المصري هو وحده اللي يقدر. وعشان كده لما اتعملت الاجراءات الاقتصادية انا رهنت على وعي المصريين. وحتى سأل الرئيس، سأل رئيس الوزراء، قال والحكومة كلها قالت لا ما تقومش بهذه الإجراءات لكني رهنت على وعي المصري. والحقيقة اللي هو الرئيس بيتكلم هنا على الحلقة المفرغة، إنه إنك بدأ القضية مش بس إرهاب إنه يقتلك جيش وشرطة، القضية إنه يضربك في الاقتصاد فيفقر الناس، فالناس تتعب فتقوم على حكامها، فنفضل في هذه الحلقة المفرغة الدائمة. وعشان كده قضية الاقتصادية قضية مهمة جدا لابد من مراعاتها، عشان كده الدولة بتركز على محدودي الدخل بشكل أساسي، مش عشان ما يقوموش، ولكن علشان لابد لهذا البلد أن ينهض. عندنا إجراءات اقتصادية صعبة جدا لازم ناخدها، فلحد ما البلد تقوم في مراحل كده صعبة انتقالية لازم نعدي بيها. ايضا في المؤتمر كان في جلسه مهمه جدا عن الاستثمار، ويمكن من اكتر الناس الحقيقه ان انا استمعت اليهم بكثير من يعني الاهتمام سلطان بن سليم رئيس هيئه مواني دبي، اللي اتكلم مش عن الاستثمار في هيئه مواني دبي، ولكن عن الاستثمار في المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس. يكون دور في تنمية الناتج القومي، لأن هناك معادلة في عملنا، كل ما يزيد الناتج القومي 1% يزيد عدد الحاويات اللي يتداولها المينا في هذا البلد 3%، فمهتمين جدا بتطوير الناتج القومي. طبعا أشكر معالي الفريق مهاب على العرض الجيد الواقع على مشروع الاقتصادي في قناة السويس، وأنا الواقع أعرف هذا الرجل من 6 سنوات، وكان كل اهتمامي الاستثمار يا في أوروبا يا في شرق آسيا، ولكن عمل لي غسيل مخ، ولكن الواقع أنا يعني سعيد. قناة السويس الإرادة في الواقع الحكومية في تطويرها أثبتت بقوة إقناع المستثمرين. أولا إنجاز توسيع القناة في خلال عام بدون تمويل خارجي، تمويل ذاتي، هذا أثبت بحد ذاته قدرة ونية فخامة الرئيس أن الحكومة جادة لتطوير مقدرات الشعب وخلق فرص تنعكس لفرص استثمارية. قناة السويس أهم شريان تجاري يربط بين شرق آسيا اللي هي كل بضائع العالم اليوم تأتي يا من الصين يا من اليابان يا من كوريا يا من اندونيسيا يا من هونغ كونغ، لابد أن تعبر قناة السويس. وفي نفس الوقت البضائع التي تأتي من أمريكا وأوروبا لابد تعبر من هذا الشريان. الحكومة المصرية بتوسيع القناة أعطونا ثقة الواقع أكبر بالمشروع.
إذن يعني لما سلطان بن سليم يقول إنه مهاب مميش أو الفريق مهاب مميش عمل له غسيل مخ، ده كلام كبير جدا. سلطان بن سليم يرأس هيئة مواني دبي، واحدة من يعني لم تكن أهم هيئة مواني في العالم مثلا بعد سنغافورة، يعني واحدة من أهم وأكبر هيئات المواني في العالم، قدرت إنها تحقق نجاح عظيم في منطقة جبل علي وغيرها. ف يعني يبشر بأنه منطقة قناة السويس أو منطقة الحرة في قناة السويس ستكون منطقة مبشرة. لكن أظن أن احنا محتاجين نرجع تاني نبص على القانون والضرائب الـ 22%، ده أكيد يعني. أيضا في جلسة أخرى المهندس نجيب ساويرس كان موجود، ودي جلسة ريادة الأعمال، وسئل من الشباب الموجودين في القاعة ما هي عوامل وأسباب النجاح. نسمع ما هي عوامل وأسباب النجاح بالنسبة لنجيب ساويرس. هو أول نقطة عشان تقدر تتخطى الصعاب فيها أنت لازم تبقى كرياتيف، يعني لازم يبقى عندك إبداع. يعني هو في فرق بين شخص بيروح بيلاقي قدامه حائط مسدود كده ويروح متدور ومروح، وشخص تاني بيقف قدام الحائط ده بيقول طب الحائط ده اقدر اكسر فيه، اقدر الف من وراه، اقدر انط من فوقيه، اقدر اعمل ايه. فالكرياتيفيتي نمبر 1، انك تعرف تواجه الصعاب دي. نمبر 2 الاصرار، مش اول ما تلاقي عائق تمشي. يعني انا شخصيا ما حد بيقول لي لا ده مستحيل مش ممكن بقول له تراهن انا لسه مش عارف الحل. فهي المساله مساله البريزيستنس، يعني البريزيستنس والاصرار. يعني النقطه الثالثه انت ما تستناش حد ان هو يقول لك ايه اللي ممكن يعمله لك ولا ايه المتاح او كده. هو ده موضوع مفروض في ايدك انت. تصحى الصبح النهارده بالانترنت، يعني النهارده بعد الانترنت اللي لسه هيبتدي يسال نفسه مين هيعمل لي ايه، مش ممكن. انت اي حاجه النهارده عايز تعملها، اي حاجه عايز تعرفها، تقدر تخش على الانترنت وتعرف كل حاجة وتحط اسلحتك في نفسك. يعني فاعتقد ان الثلاث حاجات دول زائد الثقة في النفس، يعني انت لو مش واثق من نفسك ما انت خلاص يبقى مش ممكن هتقدر تفيد نفسك. يعني اعتقد هم دول الاربع ركائز اللي هم المهمين جدا. يعني المؤتمر الحقيقة له كان فيه ندوات كتيرة جدا، لكن احنا حاولنا ان احنا نجمل لكم ابرز القضايا اللي طرحت، ابرز يعني المتحدثين. والحقيقة كان فيه متحدثين كثر، كان فيه شركات بتتكلم عن الاستثمار في منطقة قناة السويس، كان فيه ايضا الشابات، يعني شفنا فريدة تمرازة بتتكلم عن قصة نجاحها، ودايما ببقى سعيدة بفريدة ولما يعني بتتكلم عن قصة نجاح مصممة ازياء مصر، شابة ازاي اخترقت طريق الطريق الصعب جدا للعالمية. كان في ايضا شابات كثر اتكلموا، يعني كانوا على البوديوم وبيتكلموا على قصص نجاحهم ليكونوا يعني عبرة للناس ونموذج يقتدى به. خلونا نذهب إلى المرة أخرى، القرارات في المملكة السعودية، وإحنا الحقيقة بنهتم أكثر بالشق الاقتصادي في هذه القرارات. رويترز أوردت أنه مصرفيون ومحامون قالوا اليوم أن أن البنوك السعودية جمدت حسابات حوالي أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات، ولكن معظم هذه الحسابات هي حسابات بأسماء أفراد، بينما معظم الشركات بتعمل بشكل جيد أو بشكل عادي جدا، فالتجميد كان بينال الأفراد وليس أكتر من الشركات كي تعمل الشركات بشكل اعتيادي. ورويترز أكدت أنه هذه ليست نهاية، طبقا لكلام مصرفيين يعني في المملكة السعودية، أن هذه ليست نهاية الحملة، وأنه كل يوم في حسابات أخرى بتنضم لهذه الحسابات التي يتم تجميدها. النائب العام السعودي قال أنه يعني انتهت المرحلة الأولى من التحقيقات، وفي بعض الأشخاص حيروحوا للمحاكمات والبعض الآخر لا، طبقا بقى لما يعلنوا أو تعلنوا النيابة السعودية.
السعودية، ولكن المصرفيين أكدوا أن الشركات لن تتضرر زي ما قلت لكم، لأن معظم الحسابات المجمدة هتكون حسابات لأفراد أو هي حسابات لأفراد وليس حسابات لشركات. نرجع تاني بقى للتأثير على البورصة، يمكن أكثر التأثيرات أكثر من البورصات الخليجية. الحقيقة أنه البورصة في مصر هي الأكثر تأثرا بما يحدث في المملكة السعودية، ولكن النهاردة شركة طلعت مصطفى ومدينة الإنتاج الإعلامي اللي هم تأثر بالفعل أمس بالأحداث، أعلنت طلعوا بيانات علشان يفصلوا ما بين الأحداث وبين ما يحدث في شركتهم. فمثلا شركة مجموعة طلعت مصطفى أصدرت بيان قالت فيه أنه لا يوجد أو لا توجد مساهمات لصاحب سمو الملكي الأمير وليد بن طلال أو شركة المملكة القابضة أو أي من شركاته في مجموعة طلعت مصطفى القابضة أو شركتها التابعة، وبالتالي فإنه ما تم حتى الآن من تمويله أو ما تم تمويله تم إنفاقه على مشروعات وامتدادات وتوسعات فندق فور سيزن شرم الشيخ $1,000,000 من المصادر التمويلية الذاتية للمجموعة. وقالت مجموعة طلعت مصطفى أنه سيتم كذلك تمويل المبلغ المتبقي لإنهاء المشروع $1,000,000 أخرى من مصادر التمويل الذاتية للمجموعة والمقدرة يعني من المصادر التمويلية الذاتية للمجموعة. إذن طبعا مجموعة طلعت مصطفى بتقول أنه لا توجد مساهمات أو للأمير الوليد بن طلال أو شركة المملكة القابضة في شركة أو مجموعة طلعت مصطفى. احنا عارفين أنه الوليد كان قد تخارج من فترة من مجموعة طلعت مصطفى، ولكن كان هناك وعد واعتزام وأعلن ده أنه سيتم ضخ $800,000,000 في مجموعة طلعت مصطفى من قبل الوليد، ولكن ده واضح أنه ده يعني مش موجود على قائمة العمل الآن. أيضا الانتاج الاعلامي، شركه مصريه لمدينه الانتاج الاعلامي اصدرت بيان او ارسلت بيان للبورصه قالت فيه انه لا توجد اي مساهمات او استثمارات داخل الشركه لرجلي الاعمال السعوديين سواء الوليد بن طلال او الشيخ صالح كامل، واضافت انه علاقتها برجلي الاعمال تقتصر فقط على الايجار، ان هم بيأجروا استوديوهات بالشركه مشيرا ولا كمان بس في طبعا استثمارات ل وليد الإبراهيم في ام بي سي، لكن ام بي سي ايضا بتأجر وليس بس مش موجودة هنا في مدينة الانتاج الاعلامي. جاء البيان ده برضو بعد الانخفاضات اللي شهدتها البورصة. خلونا نقول لكم أداء البورصة النهاردة، تراجعت لليوم الثالث، سهم طلعت مصطفى تراجع 0.3%، مدينة الانتاج تراجع 2.9%، الأسهم التانية المرتبطة بصالح كامل في بعضها تحسن بعضها تراجع، الأسهم السعودية تراجعت برضو حاجة قليلة 0.7%، أسهم الوليد بن طلال المملكة شركة المملكة القابضة تراجعت لليوم الثالث على التوالي 10% سهم القابضة، 3% سهم التصنيع الوطنية، شيخ صالح كامل أيضا في تراجع النهاردة، شركة عسير 1.7% أيضا سهم دلة، ناصر الطيار أيضا في تراجع في سهم الطيار 9.8%، وتراجعات بقى في أسهم الكويت ودبي وأبو ظبي وقطر والبحرين، كل المنطقة متراجعة بنسب متفاوتة. في العالم بقى زي ما قلت لكم التأثير مش كبير، لأنه احنا بنتكلم على حصة لا تتعدى 5% من سواء مثلا أبل أو سواء فوكس أو كده، لا تزيد حصة الوليد عن هذا الرقم. رئيس الوزراء الحريري امبارح التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والنهارده كان في دولة الإمارات التقى شيخ محمد بن زايد، السلطات السعودية وزير الخارجية عادل جبير نفى تماما أي كلام عن إقامة جبرية أو تحديد إقامة الشيخ سعد الحريري، والأنباء والمصادر في لبنان تتحدث إنه سعد الحريري عائد إلى لبنان قريبا.
ده الأخبار السياسية سريعا بقى. النهاردة كان في أزمة بين الحكومة وبين أعضاء لجنة حقوق الإنسان، المجلس القومي لحقوق الإنسان. المجلس القومي لحقوق الإنسان جاء عرض تقريره المعتاد، لجنة حقوق الإنسان ومجلس النواب رفض هذا التقرير واعتبروا أنه هو بيعتمد على مصادر أجنبية. وانا الحقيقه مش عارفه يعني نجيب مين يتكلم عن المجلس، يعني يتكلم عن حقوق الانسان افضل من مجلس وطني قومي لحقوق الانسان. دكتور حافظ ابو سادة عضو مجلس قومي لحقوق الانسان، دكتور حافظ ماذا حدث بالظبط وفيما النواب اعترضوا على ايه؟ النهارده في الحقيقه لجنه حقوق الانسان ادعت المجلس لمناقشه التقرير. ده التقرير السنوي يا دكتور؟ ده التقرير السنوي للمجلس القومي على عده جلسات. فالنهارده كانت الجلسه الاولى وحضر الوزير عمر مروان وتم مناقشه التقرير، كان في بعض الملاحظات طبعا من بعض الساده النواب، والوزير نفسه كان عنده بعض الملاحظات. ويمكن ابرز الانتقادات كانت على قانون الجمعيات، موقفنا من قانون الجمعيات. وشاف ان يعني انه المجلس لما يبقى عنده هذا النقد وفي نفس الوقت في قوى خارجيه بتنتقد، فيعني كانت دي اهم الملاحظات يعني. ايوه دكتور حافظ. ايوه معاك يا فندم. فانت بتقول لي انه مره اخرى ان هو يعني هم انتقدوا المجلس النواب انتقد التقرير ليه؟ انتقد التقرير ليه بالظبط؟ عشان بعض الملاحظات متعلقة ب عند الوزير عمر مروان كان بيتكلم على المنهجية، انه في ملاحظات على المنهجية وانه عنده عدد من الملاحظات على بعض المواقف، مع الإشادة ان المجلس متوازن وانه في بعض يعني الإشادة بالإيجابيات وفي نفس الوقت انتقادات كبيرة وكذا. وبالتالي ف يعني ايه اللي اعترضوا عليه بالظبط؟ الاختفاء القسري مثلا، التعذيب، ايه بالظبط القضايا اللي هم اعترضوا عليها؟ الاختفاء القسري وموضوع قانون الجمعيات، يعني هو كان مش على الاختفاء القسري، على مصطلح الاختفاء القسري، وكان رأي مع الوزير انه يعني يستخدمه غياب بدل كلمه اختفاء قسري. احنا صراحه ملتزمين بالمعايير الدوليه وحتى المصطلحات المستخدمه في القانون الدولي لحقوق الانسان، وانا وضحت هذا الامر. النقطه الثانيه، كان في اعتراض من النائب الاطبي على موضوع قانون انتقاداتنا لقانون الجمعيات، وهو شايف ان القانون ده افضل حاجه، وان هو حتى لو هنغير وان هنعدل هنعدل بعد ما انطبق القانون ونشوف على ارض الواقع. ده صوت حضرتك راح. طيب واضح ان الصوت بيقطع. هل معانا لسه دكتور حافظ؟ طيب الصوت اتقطع. من الواضح انه يعني انقطع وفقدنا الاتصال، لكن من الواضح انه المجلس النواب غير راضي بتقرير المجلس القومي لحقوق الانسان. والحقيقه مش عارفه يعني، بصوا يا جماعه، يعني المجلس القومي لحقوق الانسان هذه هيئه وطنيه مصريه مستقله، وعلى فكره بتعين من قبل الدوله، يعني عشان بس نبقى واضحين كمان، كل هؤلاء الاعضاء معينين من قبل الدوله. فنجيب مين تاني يتكلم على قضايا حقوق الانسان احسن من دول وافضل من دول؟ قانون الجمعيات عنده عليه مشاكل. هل بقى لو مجلس النواب شايف انه اعظم قانون، العالم كله شايف انه مش اعظم قانون، مصر كل الجمعيات الاهليه ترفض هذا القانون. مجلس النواب شايف انه قانون عظيم، خلاص هو حر، لكن في النهايه هذه الملاحظات مش مطلوب من المجلس القومي لحقوق الانسان انه يرجع فيها. مش مطلوب ان هو يشوف انتهاكات لحقوق الانسان ويقول لك لا والله ما فيش انتهاكات، يبقى ملوش دور. يبقى ملوش دور. ما هو لو اي حد من ابناء مثلا هؤلاء النواب بيتعرض او تعرض ابنه لانتهاكات او هو تعرض لانتهاكات، هيقول لك فين دور المجلس القومي لحقوق الانسان؟ لكن لان هم لا يعني ما بيتعرضوش لهذه الانتهاكات فمش مشكله. فلازم نقبل انه في مشكلات ونقدر نحلها، وانه قانون الجمعيات قانون به عوار، وانه الصيغه التنفيذيه او اللائحه التنفيذيه لهذا القانون لابد ان تصحح هذا العوار. ده مش كلام الغرب، ده مش كلام الممولين، ده كلام الجمعيات المصريه العامله في مجال حقوق الانسان، سواء حقوق الانسان اللي هي لها علاقه بالتعذيب والحريات اللي ناس كتيره مش بتحبها، او حقوق الانسان اللي لها علاقه بجمع التبرعات اللي كل الناس بتحبها. فيعني ارجوكم لازم نفهم انه في قضايا لازم نعالجها.
واحنا مصرين ان احنا ما نعالجهاش. طيب نخرج فاصل، عايزه اوريكم بس التيشيرت بتاع المنتخب المصري، اديداس طلعت تيشيرت المنتخب المصري في كاس العالم، ودي اول صوره ل تيشيرت المنتخب المصري في كاس العالم اللي اتمنى ان هو يشرفنا باذن الله. فاصل، وبعد الفاصل هنا الستات النفقه.